على الاسف دمر طول البلد. تعال ودوا للتوقيف ماشي؟ عمرك استاذ. بدك تجيبوا له عشاء اليوم، اوكي؟ تعشى الحمد لله. ايه. كل شيء لك طول اليوم. يلا تحيد اوعى عليك. والله حنوديك تدري وين؟ ابو مصطفى غير صوتي ومبكر ما نبلعك انا بحكي لك انا ادويه الا هو شايف مش محط اشنا اشنا ابو مصطفى اعتقلوه ودوه ما اعتقلوش نفتح 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 عميك موتك تدري وين نفتح ايدك والله يموتك ما زلنا باقي نعرف ما زلنا ما نقدر والله يموت تعوفه هذا بيتي من الضحك ما اقدر تحيده انا افتحه واطلع ترى ما لي علاقه فيه تحيده والله ما اسوي شيء تعب مصطفى هلا والله هلا والله تحيده 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 بعد بعدنا عايش اللحظه مال المحقق هاي شنو احلى احلى صفقه واه واه ابو مصطفى ابو مصطفى كاشان ولا يكبر ما شاء الله افتح له افتح له الكبير ابو مصطفى والعزيز والخالي احنا صفقه احنا هدفنا بالبرنامج والله والله العظيم ابو مصطفى والله والله العظيم والله نريد نوعي الناس وانت نجم وكبير سمعونا صفقه الفنان باسم البغدادي والله العظيم والله بس خلنا خدمك بس قاعد ابداعك ابو مصطفى بس قاعد تدري شنو هدفنا بالبرنامج والله ابو مصطفى والله العظيم هنا وجهه على الكاميرا تدري شنو انت اكثر شخص والله بدون ترويج وبدون اي شيء واجه احلف الله اكثر شخص داعم القوات الامنيه داعم وزاره الداخليه هدفنا بالبرنامج نوعي الناس مثل ما تعرف المخدرات انتشرت بكل مكان هاي الفتره لك متابعينك ولك جمهورك اذا سته كلمه من يمك تقول لجمهورك اتصل برقم 178 يجوز اكو عالم ما منتبهه الرقم 178 الخالته مديريه مكافحه المخدرات والله قبل لا يكون مقلب هو تشرب انا اقسم بالله اكثر من مره يعني حاولت ان احشي ويا مديريه المخدرات والمؤثرات العقليه تحيات لكل رجال الابطال اللي اكو ناس ضحوا بانفسهم هواي بالمداهمات انقتلوا استشهدوا الله يرحمهم هواي انجرحوا وهواي تهددوا كل على مود يخلصون شبابنا مع الاسف هي هاي المخدرات وهم يا ريت لو حشيشه تنزرع يجيبوا لهم هاي الكريستال المواد الصناعيه اللي هي من اول شمه يدمن عليها صح ومن يدمن عليها بعد ما تصير لاي شاره بس ان شاء الله ان شاء الله مثل ما قواتنا الامنيه ووزاره الداخليه والدفاع والحشد البطن مثل ما قضوا على داعش وتعرفون انه امريكا بنفسها قالت القضاء على داعش يراد له 20 سنه بسنه واحده قواتنا الامنيه والعراقيين قدرنا نقضي على داعش وان شاء الله نقضي على المخدرات وعلى المتاجرين وعلى الداعمين وعلى اللي يتعاطون وحتى نقضي على اصحاب المحتوى الهام